روبلوكس بلوكس بروت مقطع جديد. أعزائي المشاهدين، عندي ثلاث متفاعلين هنا معي بس سيرفر الديسكورد، عشان تكون مثلهم تشارك بمقاطعي خش سيرفر الديسكورد. عندي ثلاث أشخاص، ثلاث فواكه، ثلاث جولات. يا حبيبي وش الفواكه وش الجولات وش الموضوع؟ اليوم عندنا يا عيال فاكهة واحدة راح يخبونها الثلاثة هذول، واحد بس يمسكها ولازم إني أحقق معهم واحد واحد. مين اللي يأخذ الفاكهة؟ عندي خمس أسئلة وعندي ثلاث فواكه يا عيال، ألا وهي ثلاثة موتشي، بحال إني ما قدرت إني أجيب أعلى منهم يا عيال. اثنين من أصل ثلاثة راح ياخذون كل واحد منهم موتشي موتشي موتشي، ولكن بحاول قد ما اقدر اني احمي فواكهتي يا عيال. اول شيء خلوني افتح فاكهه بحظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا زيلوس عطنا الفاكهه الطيبه يا رب نقدر افتح. حلو، فاكهه الفلم. اوكي، هذه هي الفاكهه يا عيال اللي ببدا فيها، راح اعطيكم اياها. حلو، تتشاورون ما بينكم من اللي بياخذها، ولكن ما ينفع تخططون قدامي يا عيال، ما ينفع. وعندكم وعندكم يا عيال ثلاث راوندات. اول راوند اللي يفوز فيه يفوز، اللي تحسب له يا عيال اثنين من ثلاثه فهو اللي راح يفوز. حلو، ابي كذا ناس نماسه خباثه مليون. لازم اني اعرف مين اللي مع الفاكهه يا عيال منكم. مشتعد؟ اهم شيء انك مشتعد يا حيدر. هو مشتعد، اذا انتم مشتعدين حطوا لايك الاشتراك برضه يا عيال. طيب هذه هي بسوي دروب، ابى اطلع برا الكافي، ما راح اشغل التنبلة اي شيء. كل اللي عليكم انه واحد منكم بس اللي ياخذها، وبحقق معكم، واللي بحقق معه لابد اني اعطيه ميوت في سيرفر الديسكورد يا عيال علشان الباقيين ما يعرفون ايش الاسئله. حط لايك الاشتراك واستمتع معنا يا حبيبي. الان راح اطلع، استودعت والله لا تضيع داي الفيلم فاكهة السي يا عيال. الان طلعت، لازم اني اقفطهم من الخمس اسئله الست اسئله يا عيال اللي بسالهم، يعني اعطيتهم فرصه ومساعده واحده بسيطه. اللي مع الفاكهه بس يقدر يكذب، مو اللي مع الفاكهه يكذب بالاسئله كل ابوها، لا سؤال واحد بس. اذا قلت مثلا معك فاكهه يقدر يقول لي اي ويقدر يقول لي لا بنفس الوقت. خلاص تعال، يقول تعال. بسم الله الرحمن الرحيم، فاكهتي يا عيال اللي خذيتها قبل شوي من زيلوس، واحد منكم بس اللي مع الفاكهه. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. حاب اني ابدا يا عيال بمين 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 مين 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 مين؟ هذا عشان معه وشحتيت، انا ما اقدر اجيب وشحتيت. تعال غرفه التحقيق، والله لو اوريك، والله لو اوريك، الله لو اوريك، الله لو اوريك. تعال يا عيال، لازم اني اكون يا عيال انمس منهم واقدر اقفط منه الحرامي يا عيال. حياك الله، انت الان في غرفه التحقيق يا حبيبي. لازم اني اقفطك واطلع الفاكهه اذا هي معك او لا. مستعد للاستجواب ولا لا؟ لازم يا عيال ناخذ ونعطي معهم. حلو، مستعد للاستجواب. اتمنى انك ما تزعل يعني، وما في ضرب هنا ولا كان ضربت يا عيال وهددت. لا شيء ما عندك. طيب لا 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 لا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، حاب اني اسالك، ولكن لازم ان الروح تكون رياضيه يا عيال. لا احد يزعل، اللي يخسر من البدايه لا احد يخسر. حلو خلاص تمام، كمل المقطع، حطيت لايك الاشتراك، لا احد يخسر. خلينا نشوف الحين يا جماعه الخير حيدر. اول سؤال بسال هي يا عيال، وبحرقه، معك الفاكهه ولا ما معك؟ هذا اول سؤال بحرقه يا عيال. هذا الاول يقول يمكن. يا ساتر، هذا خبيث مره. انا قلت لكم عنده حكم حقيقي يا عيال، تكذبون بالسؤال هذا بس، ولكن يقول يمكن. الان زي ما تجيبوني يا عيال اخفيت المتابعين الثانيين عشان ما يسمعون. نرجع لكم ونرجع لغرفه التحقيق يا عيال. بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال الاول قلت له هل انت معك الفاكهه؟ قال لي يمكن. جوابه هذا يخفي الكثير، يخفي ما بين الحقيقه وما بين الكذب يا عيال. هل اتنمى الزود وابدا اسئله يا عيال اصعب على طول، اخش كذا بالثقيل؟ طيب هذا معاه في فور، يعني عنده كم خانه تحت يا عيال؟ عنده اربع خانات. هل الخانه السادسه فيها شيء عندك؟ خلوني اتاكد. لا المفروض ما اقول كذا، المفروض ما اقول كذا. حلو، يقول لي فيه الخانه السادسه فيها. حلو، طيب ممكن يا حبيبي هذا بونتيه فوق ال 10 مليون 2 مليون و700، بس ممكن يا عيال بالبحريه. والله العظيم في جهاز السيمون بيست هذا. يا عيال والله العظيم اول واحد قاعد استجوبه، واحس اني قاعد اضيع نفسي بدل ما اني امسك ادله. هل اسال ايش موجود على طول كذا سيده، ولا خلي اخر سؤال ممكن اني اقدر؟ الان حركت سؤالين، يعني لازم اني اشوف حل. خلنا نشوف يا عيال وش اساله. والله اني احترت اقسم بالله. هل يوم طلعت من الكافي يا عيال، هذا السؤال ممكن انه يثبت. هل يوم انا طلعت من الكافي هل تحركت انت؟ خلنا نشوف هذا السؤال الثالث. يا رب اني اكون نمسي يا عيال. يقول ايه بسبب الموتشي. هذا قال لي ايه وصرح يا عيال، خايش بالتصريح، ما قال ايه او لا. السؤال الثالث وبديت امسك خيط يا عيال. حلو، الان باقي لي الرابع وباقي لي الخامس، واعرف هل هو ولا مو هو. يا الله تعيني على ذا يا عيال. اول واحد والله انه نمس خبيث، هذا اخبث واحد فيه متوقع. خلني بسال سؤال ثاني، هل وانت نازل من فوق جيوبك تحس انها ثقيله، ولا عادي تحس انك طبيعي كاي يوم يعني نازل كذا؟ هذا السؤال الرابع، يا رب اني ما حرقت على الفاضي يا عيال. اشوف السؤال هذا ممكن انه يسبب مشاكل يا عيال، لانه تاخر بالاجابه. طول يا عيال، والله طول، ما ادري هو قاعد يبرر يكتب تفاصيل ايه بسبب وشح.
يقول لي إيبس يا عيال والله اني قلت لكم خبيث مع وجهتي والله قلت لكم خبيث والله قلت لكم خبيث يا اخي يفهم انا ايش غايتي بعدين حوس امه كذا لفه باقي لي اخر سؤال يا عيال انا براهن عليه يا عيال باقي لي اخر سؤال ابراهن عليه وبشوف الباقي هذه اول جوله خلنا نعديها على خير نشوف الفاكهه يا عيال كانت فاكهه فلم صح ولا لا خلونا نسال اخر سؤال هل يا حيدر الجو كان حار بعد ما انا رجعت داخل الكافي ولا بارد نفس ما هو كان لان الكافي فيه مكيفات تعرفون لا تنم يا اخي من استنتاجات اتوقع يبدا يتنمس يقول لي محتر بسبب الوشاح يا الله يا عيال والله جبت العيد مع اول واحد ولكن ما عليه ما عليه ما عليه اداء كان جيد مره ممتاز نرجع من جديد ونشوف واحد ثاني يطلع 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 هذا اول واحد يا عيال ايش رايكم نحط عليه صوص ولا ما نحط عليه صوص اجوبته كانت رماسه بشكل يا عيال خياليه ولكن انا برضو اسئلتي كانوا بحس انها ضعيفه ما كانت تخلي الواحد ينحاس شوي يتوتر مجرد سؤالين يا عيال هو اللي ينحاس فيها الجو حار برضو اللي هو اللي تاخر فيه والثقل يا عيال حق وشاح قهرني فيها قهرني فيها قهرني فيها الحرامي الثاني اللي بحقق معه دامك تسمعني يا ولد معناته الان دورك في وقت التحقيق تعال معي لغرفة التحقيق امشي 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 يا حبيبي امشي زي ما تلاحظون يا عيال جاية الشخص الثاني كانت اسرع من الشخص اللي قبل الشخص اللي قبل كان يمشي ببطء يا عيال فمعناته عنده ثقة كافية ان يعني يستبعد من من الصص حقه يا عيال الان عندنا يا عيال الحرامي الثاني اللي بحقق معه اول سؤال ابحرق يا عيال مع الشخص هذا هل الفاكهة معك ولا مين معك هذا اول سؤال زي ما تشوفون انحرق باقي لي اربع اسئلة يا عيال طول هذا يا اخي ليه يا اخي ليه الثاني يا عيال ونفس السؤال وقاعد يتنمس يقول لي يمكن ويمكن لا انا عندي ثلاث جولات يا اني اطلعكم يا اني اخسر والله العظيم يا عيال مو معقول او اخسر فوكيتي الموتشي والله حرام ثلاثه موتشي ترى بتحترق ابى اسال سؤال ثاني ابى اسال نفس السؤال حق الثقل ايش رايكم ولا حق الحركه انا اشوف ان حق الحركه ممكن ان يربك شويه يا عيال يوم اني كنت طالع انا برا الكافي حلو هل تحركت من مكانك ولا ما تحركت يا ربي هذا السؤال يجيب يا عيال فيه العيد طول 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 قاعد اشوف انه طول كنت عم اوب يقول كنت عم اعمل تريد وهذاك يقول بسبب الموتشي طيب يا عيال ايش رايكم احرق سؤال الثالث سوي تريد مع مين يلا كان يسوي تريد مع مين يا عيال قال لي مع سعود هذولك تحركوا كانوا يسوون تريد وهذاك يقول لي يا عيال تحركت بسبب الموتشي فنحط صوص على هذاك من جديد واقول ان هذاك ممكن هو الصوص الكبير حرقت ثلاث اسئله باقي لي سؤالين اسئلتي جدا ضعيفه يا عيال احتاج ناس تساعدني بالاسئله هذه لازم اني أقول سؤال كذا خبيث أخليه ينحاس يا عيال ما يجاوب صح ولازم إني أسكت ما أحلل بحيث إنه ما يسمع استنتاجاتي بعدين يروح يحلل ويبني عليها طيب هل الجو اليوم في الكافي بالذات من بعد أنا ما طلعت هل كان حار ولا بارد بالنسبة لك أنت شخصيا أنا بسكت ما راح أستنتج ما راح أحلل علشان ما يبني على استنتاجاتي يا عيال خلوني أمشي معه حبة حبة كان طبيعي ما كان بارد يقول كان طبيعي يا الله هذاك يقول لي بسبب وشحتك وهذا يقول لي كان طبيعي يا عيال باقي لي آخر سؤال وآخر سؤال يا إنها تصيب يا تخيب ما عاد فيها ما بقل سعود سعود عادي يا عيال ما يعرف يكذب فممكن نقطع اول واحد فيهم ما ادري صراحه بس هذا ما احس انه صص يا عيال احس اجوبته ما ادري ما ادري هذاك تحس انه خبيث خبيث قاعد يلف يدور احسوا لي مع الفاكهه بساله اخر سؤال وبشوف يا عيال هل انت خايف من التحقيق ولا لا وش دخل السؤال انا في راس استنتاجات يا عيال وتحليلات ابى اشوف ببني عليها لحد الان جالس يكتب ما قاعد اشوف الشات يقول ما ادري يعني مشاعره متلخبطه يا عيال قلت لكم لازم اسكت وما ابدا استنتج واحلل علشان ما يبني على استنتاجاتي تحليلاتي فمعناته اذا قال يا عيال ما ادري فهو محتار وخايف فانه يخفي شيء اكيد اذا كان خايف يا عيال فمعناته انه ما شيء خايف انه يظهره واذا كان ما هو خايف فمعناته ما عنده شيء يخفي فهذا ثاني صوص بحطه على وولف يا عيال وشكرا لك يا وولف يا رب انك بتسعود حياك الله وياك يا سعود هلا الشيخ تعال 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 انزل لي غرفه التحقيق انزل لي انزل لي تعال يا عيال سعود صدقوني انه بينك باول واحد ما ادري ليش ووب وحتى مشيت يا عيال مشي ثقه نفس اول واحد الا وهو مين حيدر طبعا طيب عندي خمس اسئله يا سعود قبل لا نبدا هل بتكون متعاون معي ولا لا يا سعود من الاخير عشان ما يصير فيها ضرب وكذا يقول لي اكيد حلو بسم الله الرحمن الرحيم يا سعود وبسالك اول سؤال هل انت خايف من التحقيق ولا ما انت خايف من التحقيق ما قلت لكم بسكت يا عيال وما راح اقول استنتاجاتي عشان ما يبنون عليها ووه قول لي لا طبعا هذا جدا واثق فمعناته انه ما اتوقع انه مخفي شيء يا عيال صدقون نعم 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 اتوقع انه مو مخفي شيء طيب بسالك السؤال الثاني يا سعود كم عندك خانه تحت بما انه يعني يا عيال اتوقع في فور عنده خمس الى ست خانات اربع خانات بس هذا في 3 انت ولا اصبر اذا كان في 3 يا عيال فاربع خانات معناته الفاكهه معه كان سلوب الفاكهه يب اتوقع الفاكهه معي يا عيال الرابع الرابع حق الفي 3 الرابع حق الفي 3 هذا استبعد
هذا يستبعد يا عيال. اي هذا ما مع ذاك الخبيثين اللي قبل في 2. انت جاوبت بنفسك وكنت متعاون جدا في 2، ومعناته ان يا حبيبي معاك الفاكهه مليون بالمية. بس خلنا نستمر ونسال السؤال الرابع. اتوقع لا وين، اصبر لخبطت يا ولد. السؤال الثالث، هل يا سعود يوم طلعت انا من الكافي الجو بالنسبه لك كان حار ولا كان بارد؟ وشنو ام السؤال الماء يا اخي؟ اصبر يا اخي، ما حد جاوبني على اللي قاعد ابني عليه انا. كان حار ولا بارد؟ قول كان حار، معناته اقرب فاكهه حقت السي اقرب فاكهه لمين؟ لسعود. والله سعود جاوبني وكان صريح، هل ابني عليه خلاص؟ قال لي انه هو في 2، هل اعتبر انه مع في 3 ولا لا؟ سالته هل ابقي الاسئله الباقي حقتي؟ انا سالته 3 اسئله. ايش رايكم يا عيال، ظلمته ولا ما ظلمته؟ احس انه اكثر شخص متعاون. هذا ممكن انه يدور السلام يا عيال، ما يبغى العباطه ولا هذا، فعشان كذا قال خلني اكون متعاون يا رجال في التحقيق وما بلش. طيب يا عيال في جوال بيقبض، تذكرون خوينا ايش قال؟ تذكرون خوينا ايش قال؟ دقيقه. سعود يوم انا طلعت برا الكافي حلو، هل انت تحركت ولا ما تحركت؟ هذا السؤال الرابع اليوم يا عيال. جوله سعود ينهرق يقول لي تحركت. اخ يا عيال، اخ ابحرق اخر سؤال وبقول سبب تحركك. وش سبب تحركك؟ لازم اربط يا عيال خيط مع خيط عشان اعرف انا وين فيه. هل بيجاوبني؟ هل بيجاوبني بخبث؟ هل بيجاوبني يا عيال بصراحه بصدق؟ ما ادري، هذا معطيه وضعيتي تراني انا الصادق، انا ما اخفي شيء. انا الاول خبيث مره يلف يدور يقول اروح عند الفاكهه. حتى لو راح عند الفاكهه، هل هو اللي اخذ الفاكهه ولا ما اخذ الفاكهه؟ هنا السؤال يا اخي. والله انكم خبيثين يا اخي. خلصنا كل ابو الاسئله يا عيال، كان متعاون مره. خلوني الان بقرر وبحلل وبستنتج مع معكم يا المتابعين بعيدا عن الاشخاص اللي هنا. الان استجوبت الثلاثه هذول كل ابوهم وقلت سالتهم واحد واحد. هذا يقول لك انت سوي تريد مع سعود، وسعود يقول لي انا تحركت للفاكهه، وهذا يقول تحركت يا عيال بسبب الموتشي. يا اخي والله اني بديت اضيع. هل ابدا الشك في هذا يا عيال، او اني ابدا الشك في سعود، او اني ابدا الشك يا عيال في حيدر؟ حيدر كان نمسي، كان خبيث يا عيال، اجوبته تلف وتدور. ولكن كنت في البدايه اني احلل يا عيال واستنتج، كانوا يسمعوني يبنون على تحليلاتي واستنتاجاتي، فعلشان كذا راح اسكت، ما راح اقول لهم اي شيء ولا راح يسمعون تحليلاتي واستنتاجاتي. الجوله الاولى يا عيال لازم اني الان اقرر مين فيهم الحرامي اللي مع الفاكهه اللي جالس اشوف انه في 2 يا عيال. فعشان كذا عند 4 خانات وفي 2، فمعناته انه عند الفاكهه. صص على سعود، صص على حيدر، وهذا يا عيال ما اتوقع انه في صص صراحه. طيب ايش رايكم يا عيال؟ يا عيال والله اني احترت، اقسم بالله اني احترت يا عيال. هل اجاوب واقول ان سعود اللي مع الفاكهه ولا ما اقول؟ قولوا لي يا عيال، ترى اول جوله يا تضيع يا تصيب يا تخيب. اختار ما بين حيدر ولا اختار ما بين سعود ولا اختار ما بين هذا اللي ما ادري ايش جالس يسوي؟ هذا اقسم يا اخي الله يستر عليه، الله يستر عليه. ما ادري والله، ما ادري ايش قاعد يسوي. بسم الله عليه يا عيال، انا شاك بسعود معاه سيف. صح 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 صح. ما اتوقع الخبيث هذا يا عيال، بناء على استنتاجاتي وتحليلاتي يا عيال. حلو. سعود جاوبني اجوبه يا عيال، كان متعاون جدا. 4 خانات نسيت السيف يا عيال اللي معه، فبستبعد سعود. هذا يقول لي كنت اسوي تريد مع سعود وهو كذاب يا عيال، ما ادري يرقص يطير يسبح، ما ادري ايش قاعد يسوي، الله يصلحه. كانه فلامينغو تاكي على رجل واحده، وهذا اخبث واحد انا شفته يا عيال. يا ابن الحلال جوا واللي فيها فيها. اول واحد ابى اقول اللي مع الفاكهه يا عيال، اللي مع الفاكهه حيدر، انت اللي معك الفاكهه ولا لا؟ اللي مع الفاكهه يطلعها. متاكد؟ انا متاكد خلاص. يس يس يس، والله حسيت. ليتس جو. قايل لكم ما ارتحت لهذا الخبيث هذا حيدر. اول نقطه سجلوها لي. باقي الحين يا عيال جولتين، هل بيحرزون تقدم في الجوله الجايه ولا لا؟ اذا ما حرزوا تقدم في الجوله الجايه، بسم الله يا عيال الفواكه بتبقى في اللهم صل على محمد الشنطه عندي، الغرفه الاستجواب يا ولد تعال. ببدا باول واحد هذا يا عيال، بسم الله الرحمن الرحيم. الان يا ولد ليش جالس كذا يا حبيبي ليه؟ يا ما ادري، خلاص بنكمل يا عيال. لا يا ابن اجلس، تكفى اجلس، خليك خلاص خليك هنا، ابى اكمل الاستجواب يا عيال معه هو كذا. يا اخي الله 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 يسعدك، الله يسعدك هذا الولد. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بالجد يا عيال. الجوله الثانيه الان استجواب يا حبيبي، استجواب بسم الله الرحمن الرحيم. الجوله الثانيه سجل لي عندك، اول نقطه انحسبت لي يا حبيبي. اول سؤال يا حبيبي وولف، هل تحركت يوم كنت انا برا ولا لا؟ يا ابوي غير اسئلتك. اصبر 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 اصبر، خليكم صبورين معي. يا رب شيء اقدر خيط على خيط اقدر اربطه شيء. ولكن على وكانت مشفره، ولكن على كانت مشفره يا عيال. يقول كنت عم اتحرك بس ما ادري ايش كان يسوي. المره السابقه كان كذاب، ما كان يسوي تريد يا عيال. سعود من الاساس يقول لي بجمع شس يا عيال، هذا والله دايخ ضايع، اقسم بالله قاعد يضيعني ويخرب ام الخيوط اللي قاعد اربطها مع بعض. طيب بس سؤال ثاني يا عيال، هل خططتوا لسرقه فاكهتي يا وولف؟ يا ابني اجلس خلني استجوبك يا ابني. يقول فكرت في خطه ما فكروا معي، يعني من الواضح ان عنده نيه للسرقه يا عيال.
ولكن هل هو بالجرأة الكافية انه يسرق ولا لا؟ طيب هذا السؤال الثاني احترق، وهم فكروا في خطة فهم ما فكروا معي. هذا يا عيال عنده تفاصيل كثيرة، واللي دائما عنده تفاصيل كثيرة فيبدو انه كذاب. السؤال الثالث يا وول، هل لو اعطيك فاكهة ميثيكال راح تعلمني يا سعود؟ سعود يا وول، سعود مين يا وول؟ مين اللي مع الفاكهة؟ هذه رشوة. ما يحبنا يا عيال، ما يحب الرشوة، فمعناته انه امين، فممكن انه ما يقدر انه يسرق يا عيال. قلت لكم بما اني حللت من المرة السابقة، قلت لكم هو عنده خطة يا عيال انه يسرق، ولكن ما عنده الجرأة انه يطبق الشيء هذا. فبناء على سؤالي هذا اتوقع انه مو هو السارق يا عيال، ما هو السارق. فنعطيه سؤال اخير، هل اليوم فتحت فاكهة بنزلس ولا ما فتحت فاكهة؟ خلنا نشوف. ايش دخل؟ صبروا علي. والله طول وهو يكتب يا عيال. يقول لا ما فتحت لاني ما العب اللعبة اليوم. يقول ما لعبت اللعبة اليوم، يعني تو جاي. حلو، فمعناته يا عيال كذا انه متعطش للفاكهة ويبغى ياخذها، صح ولا لا؟ ايوه، ما في زيه يا سعود. ويلكم، تعال غرفة التحقيق يا سعود، وخلني اشوف ايش انت مخبي عني. يا الله يا ربي اني اقفطه بالراوند الثاني يا عيال، وتبقى الفواكه معي في امان. الدولة الثانية والحرامي الثاني نحقق معه ونشوف. نبدا مع باول سؤال يا عيال، ولازم تكون الاسئلة مختلفة، وابني منها واشوف. هل يا سعود لو اتيحت لك فرصة انك تسرق، بتسرق ولا ما راح تسرق؟ اول سؤال يا عيال، واحترق. يقول لي لا، يعني ما عنده نية سرقة يا عيال. حلو، عكس خوينا يا عيال، وما ودي اني اكثر بالتحليلات والامور عشان ما يربط هو شيء ويبدا. فاهميني. طيب السؤال الثاني، لا اله الا الله، هل قد سرقت بحياتك ولا لا؟ يا ولد ايش الاسئلة؟ اصبر علي خلني اشوف. يقول لا ما قد سرق. هل بتغري فاكهة طايحة بالارض انه يسرقها يا عيال للمرة لهذا؟ والله ماني داري، ودي اني اسأل سؤال من الاسئلة السابقة في الجولة السابقة، وما في نفس الوقت ما ودي نفسي تكون الاسئلة جديدة. اسألك السؤال الثالث، هل انت يا سعود صبور ولا ما انت صبور؟ هذا السؤال الثالث يا عيال، واحترق. يقول لي اكيد انه صبور. الان السؤال الرابع، واحرق امه يا حبيبي، هل يا سعود الان انت حاس بتوتر انك جيت التحقيق ولا لا؟ يا رب. يقول لي لا، معناته انه ما يخفي شيء، يعني ما هو متوتر، مرحب بكل الاسئله وقاعد يجاوب بكل اريحيه. حلو. هل يا سعود الجواب الخامس والاخير، يا رب يا كريم، اليوم فتحت فاكهه من زلوس ولا ما فتحت فاكهه؟ يقول لا. هذا كان يعطيني تفاصيل، هذا ما يعطيني تفاصيل، يجاوب يا عيال بجد السؤال. قال لي لا. والان ننتقل يا عيال للحرامي الاخير اللي مستجوب معه، الا وهو حيدر. والله المشي ما هي مريحتني يا عيال، يمشي بثقه لدرجه انه تقول هذا وراه بلا، حتى اذا كان ما وراه بلا برضه تقول انه وراه بلا. هل بتكون معي متعاون؟ هذا سؤال خارج يعني، اللهم صل على محمد. هذا بيكون متعاون معي. حلو. علشان ساعدته وجبت الترش، لا يقول راح اكون. هذا يا عيال معاه الفي 4، فعلى طول نقول انه عنده 5 خانات تحت. فبساله اول سؤال وبقول هل عندك خانه سادسه ولا ما عندك خانه سادسه؟ خلوني اكتشف اشوف. يقول عنده خانه سادسه. يا عيال والله سؤال كان قوي، اتوقع انه فضح ام الليله. خلاص هذا الاخير يا عيال، والجوله الثانيه، يا انا تصيب يا انا تخيب. اعطي سؤال ثاني، هل انت الان حاب انك تجي للتحقيق ولا ما انت حاب؟ هذا يقول حاب اني اجي للتحقيق لان انت موجود، فبين لي نيته يا عيال، ما هو قاعد يلف ويدور نفس المره السابقه، فاحس انه اكثر ارتياح هذه المره، فبمشي معه وبشوف يا عيال. السؤال الثالث، وسجلوا احرقوا ام السؤال الثالث يا عيال، هل يا حيدر اكلت اليوم حاجه؟ يعني اكلت فاكهه اليوم؟ الاكلات الموجودة في روبلوكس يعني فاكهة. لون اشوف ما بعد جاوب يا عيال لحد الان. يقول لا، لما عندي موتشي بير. ما ادري هل هو خايف انه يا عيال يخاطر بالموتشي حقت اللي ما اكلها. السؤال الرابع، ويا رب يا كريم انه تجي واقفطك. بسألك السؤال الرابع واحرقوا امه، هل اذا حصلت لك فرصة انك تسرق بتسرق؟ يقول الصراحة اي، بس راح اندم كلش. يعني عنده نية ولا زال عنده نية يا عيال، نفس المرة السابقة في الجولة السابقة وكان هو السارق. بسألك سؤال خامس والاخير، وهذا الجولة الثانية يا عزيزي حيدر، اذا سرقت حاجة وين راح تخبيه؟ ما راح احلل، ما راح استنتج، ابني على قواله يا عيال وبشوف. قل بالستوري عندي 5 دبل مساحه. هذا على طول يا عيال قال لي انه عنده 5 دبل مساحه، فمعناته انه اذا خذاها يا عيال راح يخزنها. طيب خلوني بروح على التحليلات يا عيال النهائيه واشوف، استنتج ونشوف الجوله الثانيه يا عيال.
عيال. يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم انها تجي معي. صاحب الفاكهه من جديد يا عيال اللي سارقني ولا لا؟ سعود يا عيال كان متعاون في نفس الوقت، ما حس انه كان يلف ويدور نفس المره السابقه، بالذات هذا الشخص. وهذا يا عيال ضايع ضايع ضايع، مقلتش سكنه وحالته حاله، ويحاول انه يكون خبيث. ما ادري ليش قاعد يحاول انه يكون خبيث، هل هو بيشككني فيه؟ هل هو فعليا هو اللي معه؟ انا بروح يا مع سعود يا مع هذا، ولكن محتار بينهم. راح احط صوص على ادم يا عيال. يا عيالي يفص يقول تفاصيل كثيره، اي واحد يقول تفاصيل كثيره اعرف انه قاعد يلف ويدور وعنده بلا. هذه المره يا عيال راح اقول 1 2 3 وولف، واللي مع الفاكهه الان اللي مع الفاكهه يطلعها يا عيال، اللي مع الفاكهه. لا 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 لا. والله قلت لكم يا عيال ما ادري ليش كان يلف ويدور هذا، ضيعني جوله الثالثه، ولا بد اني احافظ على ثلاث فواكه حقتي. اخ يا عيال يقطع ام الغبنه. المره هذه اللي قال تعالي يا عيال شخص مختلف غير سعود، مرتين قال سعود، المره الثانيه صارت مع سعود. هذا يا عيال اتوقع جالس نفس مكانه قاعد يحلل انا من البدايه، سعود هنا يا عيال، فمعناته مع سعود ممكن او مع هذا. طيب اول واحد راح احقق معه يا عيال، هذا المتيري راح احقق معه. تعال تعال يا ولف تعال يا عيال، سكنا مري يا اخي، لبى قلبه يا شيخ، وش الحلاوه ذي يا حبيبي؟ انا بسالك اسئله وما في هنا الحين مزح، هذا خبيث يا عيال ولكنه خبيث. اول سؤال، هل كل ابوكم غيرتوا مكانكم فوق قبل شويه مني طالع انا برا ولا لحالك؟ تقول لي لا مو كل ابوهم، فمعناته نفس تحليلاتي اللي قلت لكم ان هذا كذا كذا كذا، وباذن الله انه بتروح عليهم الفاكهه يا عيال. انا اوريكم. طيب السؤال الثاني يا سعود، وسجل عندك، سعود مين يا ابني؟ سعود مين هذا؟ وولف الله يرحم والديك. هل انت يا وولف تحب انك تاخذ فواكه كثير من الارض ولا لا؟ يقول ساعات يب وساعات لا، وساعات احس. يعني معناته انه عنده الرغبه وفي نفس الوقت ما يبغى. يا عيال هذا قال لكم خبيث، ما هو خبيث كبير لا خبيث. وحرقت لي سؤالين الله يسامحك انت وسكنك عيال، وش اساله هالمره؟ والله اني تعبت مع ذا. هل يا وولف انت تحب تجمع الاغراض؟ هذا السؤال الثالث يعني، واحترق السيوف والاشياء صراحه يب عما سادك الحي. يا عيال يعني معناتها عنده قابليه انه يزود من الاشياء عنده، ويزود يعني عنده نفس انه يسرق، هذا معناتها. السؤال الثالث واحترق، باقي لي الحين مجرد سؤالين، لازم نقفطه لازم نقفطه المتروي ذا. والله اسف وولف، بسألها سؤال يا عيال وبشوف. هل انت تمسك الفاكهه بيدك اليمين ولا بيدك اليسار؟ ايش دخل؟ اصبروا اصبروا. يقول اليمين عشان اليمين افضل شيء يا عيال. بلوكس فروت اذا مسكت فاكهه تمسكها باليمين، فمعناته انه مسك الفاكهه ورسختها بذهنه ان الفاكهه معه، فما ادري استنتاجي تحليلي صحيح او لا، لان قريبه كنت بتذكرها مخه على طول بيجاوب كذا. طيب بسأل السؤال الاخير وبحرق الورقه الرابحه مع وولف يا عيال، قول لي براح اساعدك في هذا. كثير قالوها وكذبوا قبلك، كثير قالوها ومصدقوا، فما راح اثق فيكم انتم. انت سابقا ما قبلت مني رشوة، والحين راح تساعدني؟ مستحيل. هل يا وال اذا جيت تاكل بيد ولا بيدين؟ يقول لي يدين. يا عيال ما ادري والله ما ادري، ربطت السؤال هذا مع السؤال انت تمسك هذا باليمين ولا باليسار، فقال لي يمين. اللي يمسك هنا ببلوك شفروت يا عيال اليمين، واذا جاي ياكل ياكل بيدين، صح ولا لا؟ صحيح. خلنا نشوف اللي بعد. بما انهم ما قالوا ما سووا ردة فعل الشباب، معناته ان الفاكهة مو معي يا عيال، ونبعد الصص منه. اول سؤال يا سعود، هل انت مستانس الان معي ولا لا؟ هذا اول سؤال. قول لي اكيد. حلو، ما عنده شيء يا عيال يخاف منه. هل اسال نفس السؤال اللي سالته يا عيال للمتروي اللي قبل شوي ولا لا؟ هل يا سعود تمسك الفواكه والاكل باليمين ولا باليسار؟ يقول اليمين. يعني معناتها يا عيال عارف ان بلوكس فروت اذا طلع الفاكهه يمسكها باليمين. لحد الان انا احس اني ضايع 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 مره ضايع. هل اليوم انت سرقت شيء؟ لا، المفروض اني ما سالت السؤال هذا لانه كان هو المره السابقه يا عيال اللي معه، المفروض اني ما سالته يا عيال. يا الله ضيعت أمم على نفسي. السؤال الثاني احترق، باقي لي 3 أسئلة. يعني عنده نية إنه يسرق وقد سرقني وقد سواها يا عيال، خالصين منه ما يحتاج إن نحلل ونسوي وواوا. أنا شفتها يا عيال كان في مكاني يوم إنه يطلع، ما أدري إذا هو خذ الفاكهة ولا لا، ولكن بسأل السؤال، هل يا سعود يوم طلعت أنا من الكافي هل تحركت كل أبوكم ولا لا؟ يقول لي إيه. وهذاك يا عيال قول لي لا. هذا السؤال الثالث حرقته، باقي سؤالين. الحين الفاصلة، تعرفون إيش الفاصلة؟ علشان كذا توتر ما عاد أجيب أسئلة، ما عاد ما عاد ما عاد ما عاد، لابد إني فوكس. هل يا سعود نادم إنك سرقتني المرة السابقة ولا لا؟ نادم، قل نادم يا عيال، يعني معناته سرقني وندم، ممكن انه ما يسويها مرة ثانية. انتوا تعرفون الندم يا عيال والهذا مصيبة. باقي لي اخر سؤال معك يا سعود، ولازم اني اسال يا عيال سؤال يكون هو ورقة الرابحة. سعود هل الفاكهة معك ولا لا؟ سؤال قلت لكم لكم حرية الجواب فيه. يقول لا الصراحة، انا قلت لهم لهم الحقية انهم يكذبون في سؤال واحد وقال لي لا، وبعدها قال الصراحة، اعطاني تفاصيل. هذا لاف يدور هذا
معناته انه متوتر يا عيال. يقول حبيبي سعود اشتاقيت لي المعلوميه اللي انا مخترع سيف البندق. اوه هذا يا يتابعني وكذا، وهل بيكون عنده نيه انه يسرق؟ ما ادري. هل بيلطف الجو من البدايه يا عيال مسوي ان انا اوف حبيبي سعود هلا والله؟ ما ادري. اللي بيشارك معي يا عيال في الجزء الثاني اكتبوا لي اسئله قويه للشخص هذا بالذات. طيب يا حيدر خلوني بتبع حاسيسي زي ما اتبعت المره السابقه والمره اللي قبلها، وباذن الله انها ما تخيب. مستعد للاسئله؟ هل يا حيدر عندك افكار يعني جدا سلبيه وانك تسرقني تجاهي ولا لا؟ هل عندك الافكار هذه ولا لا؟ قل سلبيه اي بس اسرقك لا. اوه عنده يعني نوايا سلبيه يا عيال وخبيثه تجاهي بس يقول لي اسرقك لا وهو قد سرقني بالمره السابقه. السؤال الثاني، ونبدا نسال اخونا حيدر يا عيال او الخبيث حيدر، هل بينك تواصل انت والاعضاء يوم كنت انا طالع برا الكافي ولا لا؟ الله 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 الله. يقول لي زادوا ملح، يعني بينهم عيش وملح ذولا، يعني كل ابوهم ممكن انهم يا عيال يخططون انهم كيف يكذبون علي كيف يسرقوني نفس ما سووا المره الثانيه يا عيال، قدروا انهم يتمكنون ويفرون من العقاب. قل لي لا ما تقدر. حلو، قلت لكم هذا يا عيال اخبث واحد، فمعناته انه هو البوس حقهم، وبما ان البوس حقهم بيكون تخطيطه كثير وتنفيذه قليل، صح ولا لا؟ الان بسالك سؤال، هل يا حيدر ركز معي وخل عنك الكلام الواجد اللي ما له سنع، هل يا حيدر اذا جيت تاكل تاكل بيدك اليمين ولا بيدك اليسار؟ قل ما اعرف الفرق بين اليمين واليسار. اه يا عيال، يقول لي ما اعرف الفرق بين اليمين واليسار. حلو، خلنا ماشيين على المنوال هذا. ممكن ان عندهم اتفاق يا عيال ان واحد يسوي انا الخبيث والدور لهذا زي ما قلت لكم ان هذا يكون القائد، والباقيين يا عيال اجوبتهم طير لك السؤال جواب منه جواب منه جواب منه ما ندري صراحه. بسالك سؤال، هل الفاكهه معك ولا مي معك؟ هذا السؤال الرابع. يقول ايه، وهذا الجواب الرابع. باقي لي سؤال واحد، هل انت يا حيدر الان 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 متوتر بالاستجواب هذا ولا لا؟ اعطني اجابه من غير تفكير سريع. ايه لا، قول لي مرتاح الان يا جماعه الخير. زي ما شفتوا ايش استجوبت هذول الاشخاص، وهذا برضو يا عيال استخدم مره ثانيه نفس اسلوب الخبيث، وهالمره يا عيال خبيث بمدى اكبر، يعني خبيث ومرتاح في نفس الوقت. سعود يا عيال كان تحسه متعاون في نفس الوقت ما هو متعاون، ما ادري صراحه. وولف وينه؟ ما ادري، هل زبنوقه لو انحاش بالفاكهه خب الفاكهه ما ادري وينه. ولكن وولف يا عيال كاخوي بيه يحاول انه يلف ويدور. الصوص الصدق الصدق حيدر ويقول لي ما تقدر. المره الثانيه يا عيال كانت مع سعود، هل سعود بتكون معه ولا لا؟ سعود كان متعاون معي يقول لي راح اعطيك اللي تبغى، انا حاسس انه مع سعود يا عيال. اكتبوا لي يا عيال واحد واحد تحليلاتكم قبل لا اني اجاوب. والان استنتاجاتي تحليلاتي، وولف طلع يا عيال وما حد منهم زعل وما حد منهم قال لا، فمعناته ان الفاكهه ما هي معه. هذا اول تحليل. بسم الله الرحمن رحيم. بعد ما اقول رقم ثلاثة ابغاكم تطلعون، مع ان اجابتي صريحة ان سعود، والاكيدة سعود. بسم الله والله اني خايف. اثنين ثلاثة، اجابتي سعود. والله اني كنت حاس، والله اني كنت حاس يا عيال. جيب الفاكهة يا سعود، اللهم لك الحمد حافظت على الفواكه، ما راح تجيكم ولا فاكهة يا عيال، مع نفسكم. إذا حبيتوا العلية هذه أتمنى يا عيال تكتبوا لي بالكومنتات وبشوف يا عيال. إذا جاء عليها دعم راح أسوي جزء ثاني، وإذا حابين أن يكون في إضافات في أسئلة من قبلكم أنتوا أعطوني برضو الأسئلة هذه علشان الخبيثين مثل أخونا حيدر هذا نقدر أن نتمكن منه بسرعة يا عيال. حطوا لايك الاشتراك لأن ألقاكم. سلام.